عبد العزيز للتعليق والوصف لثالث اللقاءات. إليك الكلمة منصور، تفضل. So they look ready to run. They are off and racing. انطلق الشوط الثالث أيها السيدات والسادة، أيها المتابعون الكرام، هنا من مسافة 1400 متر للجياد العربية الأصيلة بانطلاقة ملول شان 1649، بينما تغيرت الأمور الآن لمصلحة المرشح الأول كحيلان العاديات 1623 بقيادة الفارسة سيليا ستورن. أما المركز الثاني تأتينا الطويسة 1642 بالكاب الأبيض مع الفارس علي حسن، بينما المرشح الثاني الجلابي 1544 يحتل المركز الثالث. ورابعا هنالك ملول شان 1649 بقيادة البرازيلي كارلوس أنريكي، الجلابي 1656 يحتل المركز الخامس، بينما الجلابي 1661 في المركز السادس. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، ولا زال المرشح الأول كحيلان العاديات 1623 هو اللي يتصدر سباق. الطويسة 1642 بالكاب الأبيض تأتي في المركز الثاني، وهنالك أيضا محاولات من قبل المرشح الثاني الجلابي 1544 بشعار الأصفر. هنا المرشح الثاني الجلابي 1544 يتصدر السباق مع الفارس عبد الله فيصل، والمركز الثاني هنالك محاولات من ملول شان 1649، والمركز الثالث كحيلان العادية، لكن الجلابي 1544 لا زال هو اللي يتصدر السباق. المركز الثاني هنالك ملول شان بقيادة البرازيلي كارلوس أنريكي، لكن الجلابي 1544 من يخطف صدارة هذا الشوط. المركز الثاني جاء به ملول شان 1649، والمركز الثالث يبدو لي ان الجلابي 1656، والمركز الرابع كحيلان العاديات. بانتظار نتيجة المراكز الأربعة الأولى والمعتمدة أيضا من قبل لجنة التحكيم وصورة النهاية. إذن المرشح الثاني الجلابي 1544 لحمد المريسي من يخطف صدارة الشوط الثالث، شوط الجياد العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو. إذن إليكم نتيجة الشوط الثالث، حيث أحرز المركز الأول الجلابي 1544 والفارس عبد الله فيصل، وقد جاء في المركز الثاني ملول شان 1649 والفارس كارلوس أنريكي. المركز الثالث جاء به الجواد رقم 3 الجلابي 1656 والفارس حسن الصفار. أما المركز الرابع فقد جاء به كحيلان العاديات 1623 والفارسة سيليا ستورن. So the result after race number 3, the winner is number 1, Al-Jalabi 1544, ridden by Abdallah Faisal. Second is number 5, ملول شان 1649, ridden by Carlos Enrique. Third is number 3, Al-Jalabi 1656, ridden by Hassan Astafar. Fourth is number 2, Kahilan Al-Adiyat 1623, Celia Storin. So the result is 1-5-3-2, and here is the winner on his way back to the winner's circle of Rashid Equestrian Horse Racing Club. Al-Jalabi 1544 is by Musannan 1073 out of Al-Jalabiya 1098, owned by Hamad Al-Mareisi, trained by Yusuf Tahir and ridden by Abdullah Faisal. إذا يصل الفائز في الشوط الثالث شوط الجياد العربية الأصيلة الجلابي 1544 ليتوج بطلا لهذا الشوط ملك حمد المريسي بتدريب يوسف طاهر وبقيادة الرائع عبد الله فيصل.
إذن مبروك للفائزين حظوفر للذين لم يحالفهم الحظ في السباقات القادمة.